تشهد مملكة البحرين طقسا غير مستقر مصحوبا بأمطار متفرقة على بعض مناطق المملكة، هذا وقد حذرت إدارة الأرصاد من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر. ولمزيد من التفصيل معنا عبر الهاتف عادل دهام مدير إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. سيد عادل، أهلا وسهلا بك. بداية، ما هي توقعاتكم لتطورات الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة؟ مساكم الله بالخير ومسي أعزائي المشاهدين. طبعا مثل ما تفضلتي، تأثرت مملكة البحرين يوم أمس وهذا اليوم بأمطار كانت رعدية، حصلنا أمطار كثيفة في بعض المناطق خصوصا المناطق الجنوبية من المملكة، كذلك مناطق الخليج العربي أيضا تأثره بهاي موجة الأمطار. طبعا الأمطار راح تستمر عندنا هذا اليوم إلى هذه الليلة إن شاء الله، خلال منتصف هذا الليل راح تنقشع الغيوم وتتحرك إلى الجهة الشرقية من الخليج العربي، وراح يتحول الطقس الى غائم جزئيا ان شاء الله خلال هذه الليله. نعم سيد عادل دهام، يعني كما ذكرتم يعني بعض دول منطقه الخليج شهدت امطار غزيره، هل ستتاثر مملكه البحرين بالمنخفض الجوي؟ وما هي تحذيراتكم سواء لمرتدي البحر او غيرهم بهذا الخصوص؟ طبعا هنا اصدرنا تحذير يوم الاثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام وتويتر والويب سايت مال اداره الارصاد الجويه بوزاره المواصلات والاتصالات الى المواطنين، وعبر الصحف المحليه ايضا الى المواطنين باخذ الحيطه والحذر يوم الثلاثاء والاربعاء، خصوصا المسافرين الى دول مجلس التعاون، لان راح المنطقه تتاثر بطقس غير مستقر مع امطار رعديه قد تكون شديده في بعض المناطق. طبعا تحذيراتنا حق مرتدي البحر متواصلين، طبعا على تواصل مباشر مع خفر السواحل، انطرشوا من انذاراتنا والدفاع المدني لمنع دخول البحر في هذه الاجواء. طبعا كذلك تحذيراتنا حق السواق لاخذ الحيطه والحذر. طبعا منطقه الخليج العربي تاثرت بتحرك منخفض جوي قادم من شمال المملكه العربيه السعوديه، طبعا هذا المنخفض الجوي تعمق في عند المناطق منطقه ابو ظبي وعمان، وتلابسه طبعا بسبب تحرك كميات كبيره من الهواء المحمل ببخار الماء القادمه من بحر العرب وتلاقيها مع كتله هوائيه بارده في طبقات الجو العليا، ادى تكاثف غيوم ركاميه كبيره ومحمله بامطار كبيره وهبات شديده السرعه على تلك المناطق، خصوصا منطقه ابو ظبي والامارات العربيه المتحده وعمان الشقيقه. نعم السيد عادل دهام مدير اداره الارصاد الجويه بوزاره المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.